صاحبي ده اللي بعتبر اخويا من ابي تاني وامي تانية في اي موقف واي زنقه لو عصته جنب الاقي في ثانية فرقة واحدة وجيم واحد وفي كل حاجة اصحاب بجد انا وهو عالغريب وعلى ابن عمي واي حد بينا عشرة وعيش وملح وحاجات كتيرة ما تتحكيش لما بحتاج ويبقى جنبي بلاقيه معايا ما بيسيبنيش بينا عشرة وعيش وملح وحاجات كتيرة ما تتحكيش لما بحتاج ويبقى جنبي بلاقيه معايا ما بيسيبنيش أصلي صاحب مش بس كلمة صاحبك ده يعني حاجات كتير صاحبك مين